صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشيخ البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المردع عن النية، قال: لغة هي القصد. فعلق عليها الشيخ ابن جاسم رحمه الله في حشيته قائلا: ومنه قالت العرب: نواك الله بحفظه، أي قصده. والسؤال: هل يوصف الله تعالى بأنه ينوي؟ قصد، اشتره بأنه قصده الله بذلك وأراده بذلك، لا معنى، تعبير بالمعنى. نعم.